الدونيتات اللي غلنت لقود الملهيات اللي تفتن العقول ارتش كان كرال كان مدن ارتش كان المسائل اللي تبتني اللي ديوين دليل مقرن الدين التيغان ارتنين اسي الله ربي هن الكلمات الأول درت التنين واللي جحتنين ربي تبارك وتعالى ورث الثمن ولكن ربي تبارك وتعالى يخلق الكون يود غل آية القرآن الحادث النبي صلى الله عليه وسلم كي كانت الأدلة بأن ربي تبارك وتعالى إيسي الله يجن تاني كان الخالق يدوني تاد وخلي قسنت كل يوم قرن خلي كل يوم قرن الآياتات بندمد كنا ريقيت أرد ليوس لا بد أي حتى جسمة التعاون أردتلي هي الافتقار ونسنس أردتلي ما تنظن نفسنس ما تتعاون وخاصة أسنت لك الشدة لوقتنا تقوز كان الشدة في بنادم يكن نيري يجيت أردي تدمعو القلب نس دول نس أن تدمعو وربي تبارك وتعالى التعاون ينجوت يسفوق الشدة لغلة أشكر ربي تبارك وتعالى لتيني وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا وحتى العقل لي قدان أردتني هان لابد الكونات الدونيتاد استسكر كان الخالق هان نور كتوشكا غي كان تخلق قاين سنتاد اوه اوه يمكن اشكو حتى ربي تبارك وتعالى استقصتني دي اني سند ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا يوقنون هان سنة مسائلة كرايلي إذ ميد ند إذ نتني خلقني قويانسن ند تخلق ورتني خلق حتيان هان حتيان غوي دور التمكن ولي وسكر دي التمكن اتقال بأن ربي تبارك وتعالى انتان اتني خلقن انتان خلقن المخلوقات نسي انتان ايس قدان الكونات كله يسجدت سبحانه وتعالى بناد ما يسمو قولي قلنا الملكة تقا دمشكة لا المقسي لان تفوكس دوايور دي تران ذكواكي بلوكو لقسلانين هل اسمه قول بنادم او ضييد دوزال ملكة الزيقيزم ملكة يكشم ضييد غزال الملكة يكشم وزال غضييد ان ضم اخيرا يقدى هل اسمه قول بنادم الحيوانات الاجناس لكل النباتات اللي خلق ربي تبارك وتعالى جوكال ارسنس سيوامان ولكن ورقدنت ورتنسوا الطعم نسنت ولا الشكل نسنت ولا اللون نسنت اسم قلبان البحر المقسي لان الامواج العجائب اللي خلق ربي تبارك وتعالى اسم قلبان الصناعات ربي تبارك وتعالى القدرات سبحانه وتعالى لكل جن جنتونيت دوكال دي 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 تران دي قلنا البحر هنقول له المسائل ديال زيك نسام ربي تبارك وتعالى هنوري يمكن كرانين عينان إذن تاني خلقن الأمور أنا كلنا دندات نتزيقزن ربي تبارك وتعالى أقول لسي قدان الخيران إس النظام نتاني استحقان أي الخالق الكونات نتاني تستحقان التنتعباد سبحانه وتعالى كل الفطرة المخلوقات أرتمنت بين ربي تبارك وتعالى نتاني كان المدبر الكونات نتاني كان الخالق الكونات سبحانه وتعالى